السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك بخير. وأنت طيب، تفضل يا أخي. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، هل تعليق الطلاق على فعل الزوج أو الزوجة يختلف أم كلاهما يرجع إلى نيته؟ لا يعني مثل إذا قال يعني مثلا واحد يقول إن فعلت كذا فمرأتي كذا. إن فعلتي لما يقول على نفسي، يعني إن فعلت بضم التاء، إن فعلت كذا تكوني أنت طالق، إن تزوجت عليك تكونين أنت طالق مثلا. وبين إن هو يقول لها إن فعلت كذا فأنت كذا. لا، في العلماء يفرقون. يرى الجمهور على كل نفتك في رأي الجمهور في المسألتين بالطلاق، بقوة الطلاق، لكن أشدهما الأول إن علق على فعل نفسه، لأنه لا يتضمن تهديدا، إنما هو يقول إن أنا تزوجت عليك فأنت طالق، فيوقع الجمهور. يعني حضرتك هتفتي في الأمر ده برأي الجمهور؟ أنا بحل على رأي الجمهور في هذه المسألة. أمال يا شيخ، يعني هل إن فعلت كذا فامرأتي مش عارف كذا؟ هي المسألة فيها الوجهين للعلماء، لكن إذا هو شدد على نفسه قال أنا بتكلم أنا ونيتي وأقول لها، صبرا علي صبرا علي، بس أرجوك مسألة وعرة شوية. يعني ابتداء رأي الجمهور في هذه المسألة وتلك، رأي الجمهور واحد أن الطلاق واقع. إذا بحثنا عن مستندات على وقوع الطلاق، ما عندنا مستندات، بل المستندات قد تكون على عكس ما ذهب إليه الجمهور. فبعض العلماء كابن حزم الظاهري استدل بقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، لم يقل فأنتن طوالق، بل قال تعالينا، رد الأمر إلى من؟ إلى الزوج. أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. فهذا أحد الاستدلالات. الاستدلال الثاني قصة ليلى بنت العجماء، قالت: كل مالي في رتاج الكعبة، وكل مملوك لي حر إذا لم يطلق فلان زوجته. وذهبت استفتت الصحابة فأفتوها بالكفارة. فندخل في شيء هنا لابد من مراعاته، إن أكثر أقوال المصريين إن فعلت كذا تكونين طالق، إنما هو للحث، للنهي، للتهديد، أو للحث على فعل شيء، إن لم تفعلي كذا فأنت طالق. فبنينا على حال الناس أن الذي يقول لزوجتي أنت طالق إن أكلتي، أنت طالق إن أكلتي، إن أكل أنت طالق إن خرجتي، كله عند الأكثرين للتهديد. فبنينا على رأي الأكثرين، لكن واحد شدد على نفسه وقال معظما لنفسه في شيء يتضمن عهدا: أعهدك إن أنا فعلت كذا، أنا إن فعلت كذا تكون أنت مطلقة، تكون أنت طالق. فاختلفت لنا، تضمنت عهدا لغيره، والله أعلم. السلام عليكم.